وكان وزير الخارجية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك قد بحث خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم لاندركينغ وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فايلس التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام وخروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الحالية. وقال وزير الخارجية إنه في حين تبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز، أكدت ميليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها، مشدداً بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات والانتهاكات الحوثية وممارسة أقصى الضغوط عليها لإلزامها بتعديل سلوكها الإجرامي، مطالباً إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام الميليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.